بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي باسم زملائي أعضاء مجلس النقابة وأيضا باسم كل النقباء الفرعيين أن نرحب بحضراتكم. نرحب بحضراتكم كإضافة واعدة لرسالة المحاماة. ليس الملتقى ملتقى وظيفي ولا حرفي، بل المحاماة أسمى من الوظيفة وأعلى من الحرفة، فهي جزء لا يتجزأ من قيمة الرسالات العظيمة الكبيرة. تحدث عن الرسالات البشرية، رسالة للدفاع عن الحق والعدل والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، دفاع عن الوطن وعن استقلال الوطن وعن حرية المواطنين وعن استقلال المواطنين. القيمة الكبرى في العدالة لا تشمل أو لا تقتصر على انتزاع الحقوق بين الأفراد. نعم، استرداد الحقوق للأفراد واجب أساسي للمحاماة، لكن انتزاعها أمر مقيت ومرفوض لا تقوم به الرسالات. فالدفاع عن العدالة قيمة كلية ككل القيم العظيمة الكلية، غير قابلة للانقسام ولا للتجزئة. في مستهل جلسة اليمين ليس لدينا من رسالات إلا بالقدر الذي تفيه الميقات اللازم لأداء حلف اليمين، لكن هيكون لنا موعد ومواعيد مع معهد المحاماة لكي نكمل رسالتنا لكم فيما يجب أن تكونوا عليه من أجل أن تكونوا أنتم أصحاب هذه القيمة، هذه الرسالة، هذا الواجب العظيم. اليوم فقط لنا بعض التنبيهات اللازمة والأساسية لأي محامي في مستهل حياته. هذه التنبيهات ليست بمعنى المقصود للتنبيه، وإنما هو التنويه اللازم، بغيرها لن تستطيعوا أن تكملوا حياتكم، وإذا بدأتم بغيرها سوف تبدأوا بداية مترهلة أو بداية ضعيفة أو بداية فاشلة محبطة، ولا أتمنى لكم إلا النجاح والتوفيق. أولى هذه التنبيهات الشكل والمظهر. ليس في المحاماة ما يمكن أن ينال من المحامي قدر مظهره ابتداء، لأنه هو الرسالة الأولى، هو الانطباع الأول، القراءة الأولى للآخرين تجاهك أو تجاهك هو المظهر. إذا كان المظهر يؤكد أنك تعمل بالمحاماة، أنك تعمل برسالة كبيرة أو بمهنة عظيمة، كنا بدأنا بداية صحيحة. أما إذا كان المظهر غير ذلك فسوف تصاب بإحباطات كثيرة ونكسات كثيرة. مظهر مش قضية عظيمة ولا حاجة، مش عبء، وإنما هو التزام، هو حفاظ. لازم تفرق بين حياتك الجامعية، حياتك الخاصة، حياتك المجتمعية، وبين حياتك المهنية كمحامي. وانت محامي، انت محامي في كل مكان إلا بيتكم، إلا النادي اللي انت بتمارس فيه الرياضة أو غيره. إنما وانت في المحكمة انت محامي، وانت في المكتب انت محامي، وانت في النيابة انت محامي، وانت في مكتب مدير الامن او المأمور او ضابط الشرطة او حتى قلم المحضرين انت محامي. اذا في هذا المحيط انت ملتزم ان تكون في مظهرك بالمظهر الذي يليق بالمحاماة. الحد الادنى اللي احنا بنؤكد عليه هو البدلة الكاملة، لانه ما يليقش بالمحامي انه يبقى في مظهره اقل أو دون
غيره من نظرائه القضاء أو أعضاء النيابة. ما ينفعش المحامي يبقى أقل في المظهر على الأقل. المحامية أيضا معنية بالمظهر، ونحن نعتني بمظهر المحامية لأنها قضية في غاية الحرج وفي غاية الأهمية أيضا. إحنا ما عندناش زي محدد للمرأة للمحامية، ما عندناش شروط لا حجاب ولا نقاب ولا بغير ذلك، لكن عندنا الحد الأدنى من الاحتشام الذي يحمي المرأة من أي عدوان ذهني أو بصري من الآخرين تجاهها. الاحتشام ده اللي تربيتوا عليه في بيوتكم، البيئة المصرية، البيت المصري الطبيعي أساسه الاحتشام، غير ذلك هو النشاز، هو الشذوذ المرفوض. ولذلك في المحاماة يجب أن تكون المحامية أن تفرق بين المنزل وبين المكتب والعمل ومنطقة العمل. ما دام نزلت علشان تشتغل يبقى لازم بزيها الذي يحميها هي أولا من أن تكون محلا لعدوان بصري أو عدوان ذهني فيتخيل فيها أي مريض أي أمر من الأمور، فيجب أن تحافظ فلا ملابس متسقة ولا ملابس شفافة ولا ملابس تكشف عورات المرأة التي تؤدي بالنهاية إلى الإساءة إلى قيمتها. أنا بتعامل مع محامية مش بتعامل مع حاجة ثانية. تلبس من حق المحامية تلبس زي أي بنت بس في بيتهم في بيتها، إنما مش في المحكمة، مش في المكتب، مش في قلم المحضرين، مش في مديرية الأمن، مش في قسم الشرطة. عيب إنها تبقى محل انتقاد من الآخرين. فنحمي أنفسنا ابتداء بالاحتشام اللي يعصمنا من أن نكون محل هذا العدوان من الآخرين. وأنا شخصيا شايف إنه البيئة المصرية وما أرى أمامي الآن هو الحد اللي احنا مطلوب، لكن أكثر من ذلك أي تجاوز هيقابل بشدة نقابية، لأنه في النهاية ما يسيء لأي محامي من حضراتكم يسيء للمحاماة ولهيئة المحامين بشكل عام. يبقى أيضا الرسالة الثانية والتنبيه الثاني والذي يتعلق ب كفاءتك أو اجتهادك أو أدائك أو دورك كمحامي. إحنا بنتكلم على الشكل، لكن كمان في أهمية للموضوع، موضوع المضمون، مش شكل وخلاص، مش منظر وخلاص. لازم المحامي يبقى على كفاءة علمية متدرجة. نحن لا نطالب بالكفاءة المتناهية من اللحظة الأولى، لكنها المتدرجة التي تؤهل المحامي لكي يكون على قدر المسؤولية، على قدر هذه الرسالة، على قدر هذا الأداء، على قدر القيمة اللي بيدافع عن حقوق الناس، اللي بيدافع عن حقوق البلاد والوطن. لازم يبقى فهم القانون، فهمه بإيه؟ مش بس باللي درس في كلية الحقوق، وإنما بما يدرسه بعد ذلك، سواء كانت دراسات حرة أو دراسات نظامية في الجامعات. لأنه الاكتفاء فقط بالقدر القانوني اللي انتوا أخذتوه في كلية الحقوق ما يكفيش انك تبقى محامي ولا تبقى اي حاجه في القانون، ده حد ادنى غير كافي، يحتاج الى مزيد من الدراسات ومزيد من البحث. ايضا مش فقط القراءه الاكاديميه، حضور الجلسات، متابعه المرافعات، المشاركه في الندوات او الحوارات التي تنظم في 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 في, في اطار القانون او في اطار التفسير القانوني، قراءه الاحكام، قراءه المذكرات، قراءة أحدث ما يصدر عن محكمة النقض. كل دي قيم تضيف للثقافة القانونية أهمية كبرى لكي تكون محامي ناجح. لا يكفي أن تكون فقط محامي ناجح، وإنما يجب أن تكون محامي متميز. لكي تكون متميز ما تكتفيش فقط بدراستك القانونية ولا بدراسة الأحكام فقط ولا بقراءتها ولا بالبحث فيها، وإنما الثقافة العامة، المحتوى العام الذهني الذي تضيفه لعقلك ووجدانك هو الذي يميزك عن الآخرين. يجب أن تقرأ في كل مناحي الحياة، تقرأ في الرياضة، تقرأ في الأدب، تقرأ في التاريخ، تقرأ في الرسالات السماوية، تقرأ في كل شيء من أجل أن تضيف لذهنك قيمة أعلى تميزك بين الآخرين وتجعلك في مصاف المتقدمين. دي الحدود الأساسية اللي احنا حريصين إن احنا نبثها في الجلسة الأولى لحضراتكم. لكن في النهاية احنا محتاجين لقاءات دورية قادمة بإذن الله،
سوف نتحدث بشكل تفصيلي عن علاقات المحامين بعضهم ببعض، علاقة المحامي بالمحكمة، علاقة المحامي بالنيابة، علاقة المحامي بموكله، علاقة المحامي بخصوم موكله. كل هذه الأساسيات هامة جدا للمحامي، البعض منها تتعلمه من خلال دورات معهد المحاماة، والبعض الآخر من خلال تكتسبه من خلال عملك اليومي في المحاماة ومن خلال أدائك مع المكتب الذي تتدرب فيه. أرجو من حضراتكم أن تقفوا لأداء اليمين وبصوت مسموع دون حمل أي أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. مبروك حضرتك.